ملي كنبقى نقلب وندور وندور وندور، عاد شكون سبب المشاكل وبدايه المشاكل من اولها الى نهايتها؟ شنتوكه هي سبب المشاكل. شنتوكه شنتوكه البشر كيتشد كيتشد هي، ولكن كيتشد بواحد الشروط وحدين اخرين مزيونين. كيتشد البشر بالحنان بالحنان والمحبه، وبلا ما كيشوف فيك اليوم يشوف فيك غدا ويشوف فيك هاد الشهر ويشوف فيك الشهر الاخر، وصافي كيتيق فيك وكيعرفك اش كتسواي يعني، وكيزيد يتشبت بيك. واخا مشبتين بيا هي، كيبغيوني هي، كنحماق عليهم حتى انا هي، كنبغي مصلحتهم هي. انا باش نشدهم، انا باش نمنعهم على امهم بواحد القوه ولا بواحد كما كيقولوا السحر ولا لا، ما كايناش هادي، ما عمرها كاينه، ما عمرها كاينه. ودابا هاد القضيه هادي ديال غادي نمشي وغادي نسافروا هذا، انا ما فهمتش. انا انا فاش كنت مع بابا ما عمرو ما كان هادشي. هو مشى بابا زعما شنو شنو تبدل؟ الا مشى بابا راه كاينه اختي زعما فين داركم واسعه عريضه ضربك ماشي هي. ولكن دابا حنا من يعني ما غنبقاوش حنا في دار بابا، ولكن فاش غادي نبدل ما فهمتش انا شنو غيحصل باش ما مشيت. مثلا هي انا ماما بابا مثلا متزوجين ومازال مازال نختار انا فيما بغيتو، حتى لو كان كانوا مطلقين انا غادي نختار انا اللي بعقلي، ورغم انني قاصر وهذا ولكن انا عندي حق الاختيار انا يعني نختار اللي بغيت. وزيدو ماشي كامل انا غادي نسافر، كاين بابا ولا ما كاينش كاين اختي، انا سافره مع اختي. فدونك انا اللي واش نختار واش نبقى ولا ما نمشيش. ماشي لا اذا مشيتي راه غادي ندعي غادي ندعي وغادي ندير وغادي نفعل ديري، لان هادشي خاوي منه ما كيفاش هذا ما فهمتش. هذه الحقره هذه هي اللي قلت لك بنادم حقار، الحقره هي هذه. بنادم يحقر عليك غير الا ما جبرشني ندوز لك، اما لا جبر منين يدوز لك ولا جبر عليك شي نقط قد هكا يحقر عليك يطمع عليك. علاش ما نعرف البنت امها وباها مجوجين مازالين مجوجين، يعني تجلس في دار باها او تجلس في دار امها، هي حره تجلس فين كترتاح. علاش هادشي هذا؟ علاش ما تسافريش ولا ما تخرجيش ولا ما تدخليش ولا غادي ندعيك تجي عندي؟ دابا دعوه بلا والو، الا بغات تجي راه غادي تجي، وعيطي لها الا بغات تجي راه غادي تجي، بلا دعوه بلا والو. ولا حنا غادي نسكنوا في المحاكم؟ تجربه زوينه هذه ديال المحاكم هو هي هذه. يعني احنا عندنا الفلوس عندنا باش نخلصوا المحاميه، اي حاجه دار بنادم اه نجيبو نديوه للمحكمه، دار بنادم اه نديرو به شكايه للولايه ونديوه للمحكمه، لان انا عندي الفلوس وعندي باش نخلص. ماما ولا نفترض انا اللي مشيت على هذا الشيء هذا، واش صافا با داكشي شنو شنو لم جات للمحكمه المخزنه؟ القاضي راه كيسمع منك كل شيء، ما كيسمعش غير منك. ما غيسولهاش، ما يقولهاش بنتي فين فين باغيه تجلسي مع من بنتي غتجلسي، فشنو السبب اللي خلاك ما تجلسيش مع الطرف الاخر؟ شنو السبب؟ قولي لنا شنو كيضرك. السلام عليكم، انا بنتي سافرت مع اختها، غتخصني نجيبها عندي. نجيبها عندك؟ لا اله الا الله. ما فكرتيش هاد البنت اللي جبتيها بالسيف دير شي حاجه في راسها؟ لان هي اصلا ما عندهاش فين تمشي، امها ما جالساش في الدار، ما عندهاش فين تجلس، ما عندهاش معاه تجلس. شنو تمشي تجلس بس مع الحيوط؟ ايوا مع عمرها تهضر، مع عمرها تتكلم، مع عمرها تخرج، مع عمرها تدخل، وما مولفاش ديك الحاله مثلا تمشي تجلس وتبقى بوحدها في الدار. حنا كاملين كنديروا النوبه، اللي يخرج اللي يدخل اللي يجلس، الا تخرج معانا ولا غتجلس معانا، اللي خرج غتخرج معاه غتخرج معاه، ولا ما خرجتش معاه غتجلس مع اللي جالس في الدار. يعني الدار عامره وكل شيء كاين والحمد لله، ومحضيه ومرضيه ومهديه، اللهم لك الحمد. قرات قرايتها ولله الحمد، نجحت نجاحها ولله الحمد. شنو 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 فاش فاش ضايعه؟ فاش ضايعه؟ الحمد لله ما ضايعه حتى في شي حاجه، كاع جميع الشروط جميع اللي كيديروا الناس، حتى هي راه عايشه فيه، كيف كيعيشوا البنات حتى هي عايشه على قد حالنا. هو والله العظيم لا ياخذ الحق هادشي اللي كاين. المرأة كتكون هي وراجلها في المشاكل وكتبغي تمشي لدارهم ويولي يردها، وهي تمشي لدارهم ويولي يردها، شمن عيشة شمن جواج؟ وحتى هكا عند البيت ما يمكنش تصير عند امك بالسيف، هادي راه ما كايناش ما كايناش. راه انا داك النهار في داك فاش داك فاش مشينا للولاية عندك الشكاية ديالاش ما عرفتش، ما بقيتش عاقلة، راه بقاو كيسولوني، قلت لهم لا صافي صافي ما زدتش معاك الثانية صافي، حيت فهمتش حيت راه واخا يكون عندك 5 سنين ويحني عليك ويسولك يقول لك بنتي فين تمشي، واش مع ماماك ولا مع باباك، وتقول له نمشي مع بابا، يقول لك صافي سير. ماشي عادي اللي عندها 14 عام 15 الله يخليك، انا باقي لي 3 سنين ويتحكم فيا حد.
ما يقول لي حد يدير شي حاجه، لا سيري ولا اجي ولا فين مشيتي فين جيتي. اي والله عدي هاد 3 سنين على خير وبخير. ايه هادشي ما نطلب والله، هادشي زاد عند حدو، وطلق الريحه وطلق الخماج وطلق وطلق وطلق، ولينا نهضر فيهم الناس وغير في الخوال الخاوي. ولكن حنا كما قلت لكم الزيغه الزيغه، واش بعد الفلوس اش بعد الفلوس نوضو نديرو الشكايه ونديرو المحامي ونديرو المحاميه ونديرو ونديرو باش نضغطو على داك الانسان، حيت حنا بغينا نضغطو عليه يوم من بعد. ها هي المحاميه، ها هو الشكايه، ها هو المخزن، ها هو فين باغيين توصلوا يا هاد الناس؟ تقوا الله فينا وتقوا الله في راسكم، واللي عنده شي ريال يحمد الله عليه ويبغي يشدو من فوق. ما فيهاش حاجه اللي تنفع، اما ما تبقاش حد بنادم ونديرو فيها اللي بغيت نقول، وهي راه بنادم ما كيتشدش، البنادم راه حر. انت حره بنتي، فين ارتاحيتي جلسي؟ عند جداتك، عند الميمة، عند جداتك، عند مرت باك، عند في دار باك، مع اختك، مع امك، مع جداتك ديال امك، انت حره. فين لاقيه راحتك؟ جلسي كما قلت على ما ديري 18 عام.